من رحيم، اللغة الفرنسية قواعد اللغة غنستكملو إن شاء الله مع لي فالور دي مود و دي طون. لي زوطخ اوتيليزاسيون دو كونديسيونيل الذي رأيناه بطبيعة الحال هو من حيث المبدأ أنه تتكون عندنا واحد الجملة تتضمن الشرط، وهذه الجملة بطبيعة الحال الفعل ديالها في لامبارفي. إذا الجملة اللي غتجي من بعد كجواب للشرط بطبيعة الحال الفعل ديالها غيكون في الكونديسيونيل بريزون، لكن بطبيعة الحال لو كونديسيونيل بريزون يعني له استعمالات أخرى. لي زوطخ اوتيليزاسيون دي كونديسيونيل هاد لو مود يستعمل بور اكسبريمي اون اوبينيون، يستعمل من اجل التعبير عن راي. كومبورتون اون انسيرتيتود يعني انها تحتوي او يتضمن يعني عدم اليقين. ملي تيبغي يعبر شي واحد ويعطي الراي ديالو على شي حاجه غير يقينيه اذا بطبيعه الحال غيستعمل لو كونديسيونيل. اون لومبلوا اننا نستعمله فريكامون يعني مرارا بور بارلي ديفينمون فيتور، بور بارلي للكلام ديفينمون فيتور يعني للكلام عن الاحداث المستقبليه دونت اوني با سور التي نحن لسنا متاكدين منها كيل اريفون بانها ستحصل. اذا اون لومبلوا فريكامون بور بارلي ديفينمون فيتور dont on n'est pas sûr qu'ils arriveront يعني اننا نستعمله للحديث عن احداث مستقبليه يعني لسنا متاكدين من تحققها. On l'emploie fréquemment pour parler d'événements futurs dont on n'est pas sûr qu'ils arriveront يعني اننا نستعمله يعني بكثره للكلام عن واحد الاحداث مستقبليه ولكن نحن لسنا متاكدين منها. مثال عن حدث نتكلم عنه مستقبليا ولكن ممكن ألا يحدث سو سوار، هذا المساء بطبيعة الحال المساء لم يحين بعد سو سوار il pourrait bien pleuvoir يعني ممكن أنها تمطر. il pourrait bien pleuvoir يعني ممكن أنها تمطر. إذا بطبيعة الحال استعملنا لو فيرب بوفوار ممكن اللي هي أمكن أو استطاع، bien pleuvoir يعني ممكن أن يمطر، بطبيعة الحال يمكن أن يمطر الجو. إذا بطبيعة الحال نحن لسنا متأكدين من هذا الحدث بالضبط. إذا للتعبير عن هذا الأمر أننا نستعمل لو فيرب بوفوار في لو كونديسيونيل بريزون. سو سوار إل بوغي بيان بلوفوار، هذا المساء ممكن أنها تمطر، هذا لو فيرب بوفوار. إذا بطبيعة الحال بوفوار في الكونديسيونيل، في البريزون ماذا نقول؟ جو بوغي إلى آخره. il pourrait يعني هو يمكن. اذا استعملنا لو كونديسيونيل بريزون ديال لو فيرب بوفوار. اكزومبل كما قلنا سو سوار il pourrait bien pleuvoir، اذا il pourrait. ايضا نستعمل لو كونديسيونيل pour exprimer poliment certaines demandes، اذا pour exprimer poliment من اجل التعبير بشكل في احترام. poliment نتكلم على بوليتاس، لا بوليتاس يعني الاحترام الادب. اذا نستعمل هاد لو كونديسيونيل كما قلنا خاصه لو بريزون منو بور اكسبريمي بوليمون من اجل التعبير بشكل في احترام سيغتان دوموند يعني بعض المطالب، انك تطلب اشياء باحترام. اذا باش يكون فيها الاحترام الفعل اللي غتستعملو وانت تطلب اذا بطبيعه الحال غيكون في الكونديسيونيل بريزون. اكزومبل كمثال بوغيفو، هل يمكنكم؟ غير هاد امكان مصرف لو كونديسيونيل بريزون انه ولا تيعطي المعنى ديال هل يمكنكم. بوغيفو مباسي لو سال، هل يمكنكم ان تمرروا لي الملح سيلفو بلي من فضلكم ان كان هذا يرضيكم. إذا بطبيعة الحال كما تلاحظوا بأن لو كونديسيونيل بريزون عنده استعمالات أخرى، منها مثلا أنك تتعبر على بعض المطالب باحترام. إذا كما قلنا بور دوموندي كيلكو شوز بوليمون، أنه يستعمل من أجل طلب بعض الأشياء بشكل في احترام. إكزومبل كما قلنا مثال آخر هنا بوغيفو فيرمي لا بورت، هل يمكنكم أن تغلقوا الباب سيلفو بلي من فضلكم.
إذا بطبيعة الحال غنستعملو لو كونديسيونيل بريزون هنا بور دوني اون انفورماسيون أو من أجل أنك تعطي خبرا سون سيرتيتود يعني غير مؤكد منه. كما قلنا فيما سبق أنه يستعمل من أجل هذا الغرض. اكزامبل كمثال لو غانيون أن الرابح لو غانيون يعني الرابح الفائز بوغي يعني يمكنه أغيفي يمكنه أن يصل دون لا مينوت كي فيان يمكنه أن يصل في الدقيقة التي ستأتي. إذا مثلا أنا واقف فالخط الوصول بطبيعة الحال تنعرفوا مثلا واحد المتسابقين أنهم انطلقوا من واحد النقطة معينة وممكن أنهم يصلون في لحظات قريبة. إذا نقول لو غانيون بوغي أغيفي دون لا مينوت كي فيان يعني أن الرابح أن الفائز من هاد الأشخاص المتبارون المتبارين يعني أنه سيصل في الدقيقة التي ستأتي يعني في الدقيقة اللي جاية غيدخل اللي غيربح ولكن ممكن ألا يدخل. إذا بطبيعة الحال غنستعملو لو فير بوفوار في الكونديسيونيل بريزون للتعبير عن عدم اليقين من هاد الحدث. Pour exprimer le futur dans un moment passé. Pour exprimer le futur dans un moment passé. إذا بطبيعة الحال تنعرفوا بأن لو فيتور هو المستقبل. ملي تنستعملوا واحد الفعل في الفيتور سامبل مثلا أو فيتور أونتيريور يعني أننا تنتكلموا على واحد الحدث غيوقع مستقبليا تنعبروا عليه بهذا الفعل. وبطبيعة الحال هذا الفعل ملي تيتصرف باش يعبر لنا على هذه المسألة بأن الفعل لم يحدث بعد. إذا بطبيعة الحال تياخذ واحد لو غاديكال معين وتياخذ واحد لي تيرمينيزو معينين. لكن أيضا عندنا هنا تنستعملوا لو كونديسيونيل بريزون ديال واحد الفعل باش نعبروا على المستقبل ولكن ماشي المستقبل اللي تنعرفوا بأنه لم يحدث. لا غنعبروا على واحد المستقبل في الماضي ملي غنقول مثلا كنت جاي في الطريق كنت جاي يعني كنت في الماضي ودير في بالي باش نتلاقى معاه ودير في بالي باش نتلاقى معاه يعني انا في ديك اللحظه داير في بالي واحد الفعل اللي مازال ما حدثش. اذا هذا الفعل اللي مازال ما حدثش راه في الماضي ولكن الطريقه باش تنحكي عليه يعني بحال تنحكي على واحد الفيتور ولكن هذا الفيتور كاين في الماضي. اذا مثلا عندنا هنا اكزامبل il croyait انه كان يظن que je n'arriverai pas بانني لن اصل لها. كان تيظن بانني ما غاديش نوصل ليها مثلا واحد الهدف او واحد المكان. اذا il croyait هو كان يظن que je n'arriverai pas بانني لن اصل لها. بطبيعه الحال في المستقبل في ديك الوقيته اللي كان هو تيظن كان تيظن بانني ما غنوصلش في المستقبل ولكن هذا المستقبل وحتى الوقيته اللي كان تيظن فيها هو هادشي كله اصبح من الماضي. اذا il croyait que je n'y arriverai pas يعني انه كان يظن بانني لن اصل لها. اذا بطبيعه الحال هاد فعل هذا بهذا الشكل انه تيعبر عليه لو كونديسيونيل tu t'es trompé انت اخطات tu t'es trompé انت اخطات. il aurait fallu بانه كان يتوجب عليك le verbe falloir il aurait fallu طبعا حال عندنا لو كونديسيونيل باسينا كان عليك دير سولا ان تقول هذا. هاد الحاله اللي تنشوفو هنا ديال انه كان عليك ان تفعل كذا الى اخره تعبر عليها لو كونديسيونيل باسي. اذا لو كونديسيونيل باسي اي ايسي اني ريال يعني ان هاد لو كونديسيونيل باسي هنا اني ريال دو باسي يعني انه تيتحدث على واحد الحاجه غير حقيقيه في الماضي. il aurait fallu يعني انه كان عليه ان يقول كذا. بطبيعة الحال كان عليه ان يقول هذا في الماضي ولكن هل قالها؟ لم يقلها. اذا نتحدث عن اني غيال نتحدث عن عدم حقيقه عدم الحقيقه ماشي غيال ماشي ان غيال ماشي تنتكلموا على شي حاجه لي حقيقه وقعت في الماضي بل نتكلم عن عدم الحقيقه دي باسي ديال الماضي تنتكلم على واحد الحاجه اللي ما وقعتش في الماضي. il aurait fallu il aurait fallu بانه كان يتوجب. اذا بطبيعه الحال كان يتوجب ولكن لم يفعل هذا الذي
كان من المتوجب أن يفعل. Mais cette obligation. ولكن هذا الواجب n'a pas été respecté. أنه لم يحترم. المقصود أنه لم يتم. Mais cette obligation. ولكن هذا الواجب n'a pas été respecté. أنه لم يحترم. المقصود أنه لم يتم. Cela n'a pas eu lieu. إذن هذا لم يكن له مكان. Cela n'a pas eu lieu. إذن هذا لم يكن له مكان. المقصود أنه لم يكن له مكان في الزمان في ذاك الوقت. إذن المقصود أنه لم يتم بمعنى آخر أو تاني. إذن جوري أمي أنا كنت أحب. جوري أمي أنا كنت أحب فوزيكخير أن أكتب لك سات أرتيكل يعني هذا المقال. أنا كنت أحب أن أكتب لك هذا المقال. ولكن واش كتبت هذا المقال؟ ما كتبتوش، فقط كنت أريد أن أكتب هذا المقال. إذن المقصود أنه لم يتم. إذن مام أناليز نفس التحليل، نفس التحليل بحال اللي شفنا قبل، يعني أننا تنتكلم على واحد الفعل في الماضي لم يتم. إغيال دي باسي يعني أنه عدم الحقيقة ديال الماضي. جوغي أمي يعني أنا كنت أحب إكخير أن أكتب. مي جوني با إو سيت بوسيبيليتي ولكن لم تكن لي هذه الإمكانية. تنتكلموا على واحد الحدث بأنه كان غيحدث، إذا ما حدث والو. إذا طبيعة الحال هنا تنعبروا على هذه الحالة بالكونديسيونيل باسي. مي إل إكزيست ولكن يوجد النوتر أمبلوا يعني استعمال آخر دي كونديسيونيل باسي فريكون، أنه تستعمل هاد لو كونديسيونيل باسي فريكون بشكل متكرر دون لو ستيل جورناليستيك، يعني أنه يستعمل في الأسلوب الصحفي. إذا بطبيعة الحال لو كونديسيونيل باسي زيادة على ما ذكرناه أنه تستعمل بكثرة في الأسلوب الصحفي. باغ كونتخاست يعني على عكس افيك لانديكاتيف، على عكس لو مود انديكاتيف اللي كنا شفنا في البداية. جميع لي طون ديال لانديكاتيف كما رأينا سواء لو بريزون سواء لامبارفي سواء لو باسي كومبوزي إلى آخره أو الفيتير سامبل، أن تتكلم على شي حاجة اللي غتحدث بالصح. إذن إخبارية تنتكلم على واحد الحاجة اللي غتوقع بالصح. باغ كونتخاست افيك لانديكاتيف. إذن هنا تنتكلم على لو كونديسيونيل. هاد لو كونديسيونيل على عكس هاد لانديكاتيف. باغ كونتخاست افيك لانديكاتيف إل سير أنه يصلح أبريزونتي دي في لكي يقدم دي في أحداثا باسي، أحداثا في الماضي كوم نو سيغتان. إذن هو تيصلح باش يقدم لنا واحد الأحداث في الماضي نو سيغتان غير مؤكدة، كغير متأكد منها. يعني أنه تيتحدث لنا على شي حوايج وقعوا في الماضي ولكن ما مأكدينش منها بأن فلان كان غيدير. إذا بطبيعة الحال خاصنا نعرفوا واش دار ولا ما دارش. إذا لافورماسيون غيست افيغيفي، إذا الخبر غيست يبقى افيغيفي للتأكد، المقصود يبقى للتأكد منه. إذا الخبر تيبقى معلق، هذا هو المقصود هنا. لافورماسيون غيست افيغيفي يعني أن الخبر يبقى معلقا حتى يتأكد منه. سجور أماركي دو بوت عندما نقول بأن هذا اللاعب سجل هدفان. شوفنا لو فيرب ماركي كاين في الباسي كومبوزي سجور اماركي دو بوت يعني أن هذا اللاعب سجل هدفان. إذا لو مينيستر اديميسيوني نقول مثلا الوزير استقال. هاد لو فيرب ديميسيوني كما تنشوفو كاين في الباسي كومبوزي، وكما تنعرفو بأن الباسي كومبوزي هو ضمن لانديكاتيف. لانديكاتيف كما قلنا أنه تعني الخبر اليقين. إذن لانديكاتيف هو انفورماسيون سيغتان تعني الأخبار اليقينية. لي في باسي يعني أن الأحداث في الماضي سون بريزونتي كوم سيغ يعني أنها تقدم كمتأكد منها كوم سيغ كيقينية. ولكن عندما نقول سجور أوغي ماركي يعني أنه كان غيسجل أو كان عليه أن يسجل دو بيت يعني هدفان. لو مينيستر وعندما نقول لو مينيستر اوري ديميسيوني يعني انه كان عليه ان يستقيل، هنا عندنا لو كونديسيونيل باسي كما تنشوفوا كونديسيونيل انفورماسيون
افيريفي. بمجرد اننا نذكر كونديسيونيل المقصود اننا نتحدث على واحد الخبر غير مؤكد. اذا كونديسيونيل انفورماسيون افيريفي يعني ان لو كونديسيونيل تعني خبر او اخبار تنشوفوا اسنا اخبار. افيريفي للتاكد كما لو نقول المقصود للتاكد منها. سو ني با انكور سور هي ليست بعد مؤكده. إذن عندنا هنا نو با كونفوند فيتور دو لانديكاتيف اي كونديسيونيل بريزون. ما خاصناش نخلطو بالفيتور كما قلنا في البدايه لو فيتور سامبل وبين لو كونديسيونيل بريزون ا لا بروميير بيرسون دو سينغولي يعني في الضمير الاول مع الضمير الاول ديال المفرد المقصود مع جو. لو فيرب سو برونونس بريسك باراي يعني ان الفعل تيتنطق تقريبا بنفس الطريقة. بريسك باغاي يعني شبه متشابه يعني أن النطق تيكون شبه متشابه. أو فيتور إي أو كونديسيونيل يعني سواء في الفيتور سامبل أو في الكونديسيونيل. ولكن في الكتابة بطبيعة الحال تيبان الفرق. إذا سي جي لو طون جو رونجري ما شومبر. إذا كان عندي الوقت سأرتب غرفتي. إذا كان عندي الوقت سأرتب غرفتي. سي جي لو طون جو رونجري ما شومبر. بطبيعة الحال تنشوفو عندنا السي هنا. هنا ما عندناش لامبارفي كما تنشوفو. اش عندنا؟ جي. عندنا الفرب افوار في البريزون. جي لو طون إذا كان عندي الوقت. ومادام ما عندناش هنا لامبارفي بطبيعة الحال حتى هنا ما غيكونش عندنا لو كونديسيونيل. إذا عندنا لو بريزون عندنا هنا الفيتور. سي جافي لو طون هنا عندنا لامبارفي. إذا كان عندي الوقت طبعا الحال عندنا لو فيرب افوار كاين فلام بارفي. إذا جو رونجي إذا سأرتب غرفتي. عندي هنا لو كونديسيونيل بريزون جو رونجي ما شومبر. طبعا الحال جو رونجي جو رونجي طبعا الحال من حيث النطق تتشابهوا ولكن راه الكتابة تتبين الفرق. عندنا واحد اس هنا زايدة مع لو كونديسيونيل لو كونديسيونيل بريزون. إذن pour ne pas se tromper من أجل ألا تختلط علينا الأمور il faut donc exprimer la phrase à une autre personne. إذن باش ما يوقعش عندنا خلط في النطق ديال واش فيتور أو كونديسيونيل طبعا الحال تنحولوا هاد جو جو تنحولوا تنديروا تي بدل جو حيت جو هي اللي فيها المشكل. pour ne pas se tromper من أجل ألا نخطئ تنتكلموا على لو فيرب ترومبي انك تخطئ شخصا تتخدع شي واحد. سو ترومبي كانك تخدع نفسك المقصود انك تخطئ. اذا بور نو با سو ترومبي لكي لا تخطئ il faut donc exprimer يجب اذن ان نعبر لا فراز يعني الجمله يعني المقصود ان نعبر عن الجمله ا اون اوتر بيرسون تعبر عن هذه الجمله في ضمير اخر ا اون اوتر بيرسون. المقصود هنا نخرج من هاد جو مادام ان هاد جو هي اللي فيها هاد الخلط نقول جو رونجي جو رونجي. اذا بطبيعة الحال ما تنعرفوهش واش فيتور ولا كونديسيونيل بريزون مادام انه تنطق بنفس الشكل. اما في الكتابه بطبيعة الحال راه باين الفرق. اذا باش نخرج من هاد المشكل يعني اننا نصرفوا الجمله في ضمير اخر. مثلا ممكن اننا نصرفوا الجمله مع تي سي تي لو طون. إذا كان لك الوقت تي رونجرا تا شومبر أنت ستهيئ ستنظم سترتب غرفتك أو أنت ستنظمين سترتبين غرفتك. عندنا هنا سيتيافي إذا أنت كان لك أو أنت كان لك لو طون يعني الوقت تي رونجري. عندنا في الفيتور تي رونجرا. عندنا في الكونديسيونيل بريزون تي رونجري. إذا بطبيعة الحال حتى من ناحية النطق بين الفرق. إذا تي غونجري تا شومبر يعني غرفتك أو غرفتك. أيضا هاد لو كونديسيونيل إلانديك يعني أنه يدل كو لو لوكيتور بأن المتكلم إيمي يعني أنه تيطلق دي غيزيرف كون على غياليتي دو في إنونسي يعني أن المتكلم تيدير الاحتياط. هذا هو المقصود امي. لو فيرب اميتر يعني يرسل دي ريزيرف
تيرسل واحد الاحتياطات، تيرسل احتياطات. المقصود أنه تياخذ الاحتياط كون ا لا رياليتي، عندما يتعلق الأمر عندنا هنا عندما الحقيقة، كون ا لا رياليتي عندما الحقيقة، المقصود عندما يتعلق الأمر بالحقيقة، دو في انونسي، عندما يتعلق الأمر بالحقيقة ديال الفعل المعبر عنه المتكلم عنه. إذا طبعا الحال تنتكلم أنا كشخص وتنتكلم على واحد الحادث غيوقع، ولكن تناخذ الاحتياط بأن هذا الحادث يقدر ما يوقعش. إذا باش نبين للسامع بأنني آخذ الاحتياط بأن هذا الأمر ربما لا يحدث، إذا طبعا الحال تنستعمل شنو؟ لو كونديسيونيل. نقول مثلا اون اكسبيديسيون يعني بعثة، بارتيغي يعني أنها ستذهب بيانتو يعني قريبا، بور لو بول سود، بور لو بول سود يعني للقطب الجنوبي. ملي تنبغيو ناخذ الاحتياط ديالنا في واحد الكلام غيتقال تنعرفوا ربما انه ما يتحققش، اذا في هذه الحاله تنستعملوا لو كونديسيونيل. اذا هذا فيما يخص هذه الحلقه، حياكم الله والى لقاء قريب باذن الله.